طيبة لكم مشاهدينا أينما تشاهدون اليوم منتصف النهار في حلقة جديدة دائما يأتيكم عبر قناة الشرقية نيوز. أهلا بكم جميعا وأهلا أهلا رنا، أجمل تحايا مشاهدينا الكرام. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بقضية مهمة جدا، ولكن بعد نذهب لفاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. راح نتحدث اليوم عن اهتمامات كثير من النساء بأمور يمكن تخص الرجال. قضيتنا لهذا اليوم أكثر من النساء، يمكن تهتم الكثير من النساء بأزواجهن بشكل كبير، يعني وما فقط ينصب الاهتمام على المنزل والأسرة وتوفير هذه الاحتياجات اللازمة والضرورية، إنما يكون هذا الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لحياة الزوج. تشارك في بعض الأحيان الزوجة هموم الزوج، أفراحه، تسمع له في مشاكله، وتساعد الزوج في اختيار احتياجاته إن كانت ملابس وما شابه ذلك. نعم، يعني مثل ما ذكرت أنه الحياة الزوجية فيها هواية من الأمور الكثيرة والمهمة، ولا تترتب أو لا تتوقف على أمور المنزل والملابس وتربية الأطفال. يمكن تفاصيل بسيطة، تفاصيل دقيقة يهتم لها الزوج، وتعتبر جزء كبير من تحقيق السعادة وتحقيق السعادة الزوجية بالأخص. بالتالي أنه دور الزوجة اليوم لا يقتصر على تربية الأولاد ولا يقتصر على الملابس وترتيب وغيرها، هذا جزء كبير من الحياة الزوجية، لكن الأهم هي النفسية وكيفية التأقلم ما بين الزوج والزوجة. راح نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا من بغداد، لكن قبلها نذهب إلى استطلاع مع سيف عبد الوهاب ونعود. ملابس زوجك دائما أنت تختاريه اللي هو يختار؟ لا، دائما أنا أحب اللي أختار ملابسه. يعني مثل ما يقول إنه مقتنع بذوقك هو؟ طبعا طبعا مقتنع. تطلعين من راتش تاخذين لو مثلا هو ممكن يوصيك تطلعين؟ اذا اعرف لا لا، انا دائما من اطلع يعني اخذ ملابس. يطلع وياك؟ صير صدف اذا ما عنده شغل يجي وياي عادي. اذا يطلع وياك ياخذ ذوقك يسالك؟ اي طبعا. لو كان مو وياك هو؟ لا، انا اشتري لان انا اعرف شنو هو يحب وانا اللي احب كل شيء. تدوخين بالالوان لو؟ لا لا، اعرف شنو الحب. اي اعرف شنو اللون هو اللي يناسبه ويناسب بشرته يعني. اي اعرف الزوج اليوم تهتمين بيه وتاخذي له هاي الاشياء، يعني اليوم اللي تجيبي له ولو فد شيء بسيط راح يحس انه انت مهتمه به، راح تكون يمكن اكو فرحه. اريد اعرف شعورك انت كامراه. انا اكون هم سعيده بهذا الموضوع، لان هو اللي يسعده يسعدني، مو صحيح؟ شو سمعتي كلامها؟ لا، كله صحيح صحيح اللي قالته. تهتم به راح هو يهتم بها بعد اكثر واكثر. موضوع الملابس المرأة، انه الرجل يقال انه الرجل ما عنده ذوق باختيار ملابس المرأة، صح؟ لا لا، مو كل الرجال يعني يدوخ بالقياس، يدوخ باللون، ما يعرف ايش ياخذ. هو طبعا اكيد يدوخ لان ما يعرف المرأة ايش تحب، يعني لان المرأة اكثر شيء تفهم الرجال. بس يعني اغلب الاوقات الرجال يكون هي مرته، هي تاخذ رايه يعني. يختار شو؟ عم يختار ايش ملابسك او فتشي؟ يعني الاشياء سهله، الجنطه، الحذاء. ومرات اذني هم ماكو يعني. ما يدبرهم. لا، بس انا لا، دائما يعني ابادر واشتري يعني بنطلون، تي شيرت، جواريبات. يشبه ذوقه يعني دائما بالملابس انا، وبيه هو يعني فد، هو زوج من نوع كلش يعني مرتب وانيق، من يطلع قبل المره تكمل اناقته. مثلا تلاحظه يا اختك او دقمتك او هيك عدل، او يعني هي عادي. وانا دائما اشوف الرجال اذا ستايله مرتب اقول مرته مرتبه، يعني لازم هو الزوج ويا زوجته تكون ارائهم مشتركه، هذا يدل على انه التفاهم بين الزوج والزوجه. اي عادي تختارين ملابسه دائما؟ اي عادي طبعا ملابسه، يعني انا اكثر شيء يعني انا اللي اشتري الهيال الملابس. يعني ذوقك دائما هو يعتمده؟ اي طبعا طبعا. اي انت ملابس شو يختارها؟ لا، انا اختار ملابسي. ليش ما تاخذي رايه؟ دائما الرجل يعني ما متطلع اكثر على، خلينا نقول، الموضه. يعني المراه اختصاصها هذا الشيء اكثر من الرجل. فاليوم بالسوق وعجبت شيء له وتنغصتي له، لازم اشتري هذا تراك سوت، قميص، شيء صايره بيش ولا لا؟ اي طبعا، هوايه يعني هوايه. احساسه بهاي اللحظه؟ كلش يعني يفرح ويقول يعني زين تذكرتيني بهيك شيء، يعني كلش ويشكرني. يبين انه اهتمام الزوجه بالزوج، صح؟ بالضبط بالضبط طبعا. هذا يعني كلش شلون يقول يعني موضوع بين الزوج والمراه يعني ما اي
زين هو بالمثل هم يعاملش نفس المعامله، مثلا هم ياخذش اشياء مثلا ربما عجب شيء اليوم هو بداخل السوق او في مكان عام عجب له شيء انه تنقص له، يقول خل اليوم عجب هذا الحجاب. مو دائما يعني تدري الرجل دائم شلون تفكيره مو يعني شلون ما صار عليه شيء اشياء يعني ذاك من ذاك اللي هيك اقول لك منين انه يشتري شو يعني يطلع واحده مثلا يجيب لك لو تحبين دائما انت وياه. طبعا هم وعد مو كل مره هم تفرح يعني يتذكرها بشيء. في زواجك لازم مثلا في اليوم اشتريتي حاجه زوجك مثلا ملابس او ياخذ على الاقل ذوقك يعني بشراء الملابس. اي طبعا وايد على طول على طول طبعا، بس هو هم يعني يشتري على شيء على ذوقه، بس اكثر شيء انا اذا اشتري له حتى لو ما حلو يقبله يقبل يقنع وي لا 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 كل شيء عجبه يعني يعني من اشتري له اي شيء كان يعني من الجوارب من القميص من البنطير من الهاي كل شيء عجبه. زين هو احساسه يعني بهاي اللحظه او احساسك انت كامراه من تشوفين انه الرجل يفرح ويحس انه انت مهتمه به اي احساسك بهاي اللحظه؟ يا يعني كلش اشعر بفخر وبعظمه ويعني اشعر باهميتي بالنسبه لي طبعا. اي لا لا هو هم ياخذك بالمثل ملابس اللي تحتاجيها مثلا ذوقه تعتمدين على ذوقه لو ذوق المراه مختلف؟ لا 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 اشياء البسيطه جدا. اي ما يشتري لا مثل حجاب ايش خفيف حجاب ما حجاب جوارب جنطه السهله ولا القياس الرجل يمكن ما يعرفه. اي لا لا ما يعني ما يقدر يتحرش بهذا الشيء. اي طبعا يعني على طول من كل طلعه اطلع لازم اجيب له شيء وياي اي طلع حتى لو شيء بسيط لازم اجيب له يعني من عندي يعني تجيبين للنسيب النسيب قطعه مين النسيب قطعه مين لا 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 زين احساسك بهاي اللحظه انه اليوم من تجيبين شيء لزوجك يعني مثلا الملابس هو من مثلا الرجل يفرح يعني المراه مهتمه به اي احساسك بهاي اللحظه انه المراه اليوم شنو شعورها؟ انا يعني من اشوفه اخذ هذا الشيء وعجبه يعني حيل اكيف وافرح وبعد اقول ليش ما جبت له ذاك الشيء ليش ما جبت له ذاك الشيء بعد الله عليك تعال شوف قدر هذا جد حلو ظل ليح وارجع لي ورا. شكرا طبعا لمراسلنا سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع. يعني اهميه اهتمام الزوجه بزوجها وبادق تفاصيل الزوج يعني هي اعتقد العمليه متبادله مثل ما شاهدنا في هذا الاستطلاع. هناك كثير من الزوجات يهتمون بهذه التفاصيل وبالمقابل تكون يعني النتيجه راح تكون يعني الرجل ايضا من يشوف المراه اذا تهتم بهذه التفاصيل يبدا بالاهتمام. يعني هذه الامور اللي هي دائما تطفي اجواء السعاده واجواء المحبه والموده وتقوي يعني العلاقه بين الزوج والزوجه. الزوجه دورها بالبيت انه هي ترتب وتربي الاولاد لكن هاي ما تحقق السعاده هي جزء طبعاً من السعاده طبعاً. تبقى الامور النفسيه انه تهتم به بملابسه شنو يحب مثلا تفاجئ بهديه وغيرها من الامور هاي يعني يمكن تشوفها انه هي بسيطه جدا بس تغير من نفسيته فعلا يعني هي امور يمكن الواحد. كثير من الناس ينظر لها على انها امور بسيطه ولكن هي اثارها كبيره جدا صحيح. على اطفاء اجواء الموده بين الزوج والزوجه مو شرط الهديه كلش فخمه وعظيمه مجرد انه هي تتذكرها يعني هذا شيء حلو قيم. إذا راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الباحثة الاجتماعية سيدة بتول إبراهيم من بغداد. نهارك سعيد سيدة بتول. أهلا وسهلا أستاذ علي. أهلا بك وبالضيوف الست رنا وأحيي جمهور قناة الشرقية نيوز. الله محيي أصلك. يعني سيدة بتول بداية أنت من الزوجات اللي ينتقون يعني الملابس لأزواجهن ويهتمون بهذه التفاصيل. أستاذ علي أنتوا اليوم الرجل ما نصفتوا نصفتوا بس المرأة بهذا الموضوع لأنه أحيانا الرجل تكون هديته أقوى وأكبر من الملابس اللي تقتنيها المرأة الزوجها. صح. بداية الحديث اليوم يعني هذا موضوع جدا مهم أنه الاهتمام بالأسرة وبالزوج والزوجة هذا يعني احنا دا نشوف اليوم حالة هناك انعدام الاهتمام بين الزوج والزوجة بسبب الظروف والتغييرات اللي تحدث فأتمنى أنه تركزون على موضوع الأزواج والأسرة والبيت لأنه هاي مواضيع جدا مهمة اليوم بيعيشها مجتمعنا. أصبحنا في بيوتنا كأصنام متحركة لأن قلة الاهتمام يمكن بسبب الانترنت والتكنولوجيا والتطور الزوج يجي من العمل يهتم بالحاسبة الزوجة
لازم التليفون تفتح الفيس. هاي أتمنى أنه تكون هاي المواضيع الأيام القادمة مهمة، لأنه البلد والأسرة دا تعيش في حالة من الإهمال والانفكاك الأسري. فجوابا يعني على سؤالك، هناك ثلاث أمور يجب الاهتمام بها بين الزوج والزوجة، هو الاحترام والمحبة والتفاهم. أهم شيء، أهم فقرة هي الاحترام. الاحترام إذا ما يتوفر بين الزوج والزوجة، أي هدية بعد ما راح يكون لها قيمة. فأكيد يعني اهتمام الزوج فالعامل جدا مهم. بالنسبة لشراء المقتنيات للزوج والملابس، كالملابس والهدايا، هذا شيء متعارف عليه، لأن الزوج دائما ما يحب يطلع للسوق ويشتري. الزوجة هي مهتمة بهذا الموضوع وبسبب عمله وشغله وتواجده يعني داخل البيت، فهذا أكيد اهتمام يكون للزوجة أنه هي تشتري الملابس والتجهيزات اللي يحتاجها الرجل، لكن حسب شخصيته وحسب وضعه هو وشون هو اللي يحبه حتى تقدر توفره لها، وحسب الذوق اللي متعلمة على زوجها به. طيب يعني مثل ما ذكرتي أنه العائلة والأسرة هي عملية كاملة متكاملة لا تقتصر فقط على الترتيب والتنظيف وتربية الأولاد. الأمور البسيطة، الأمور اللي تأثر على نفسية الزوج بشكل خاص لها أهمية كبيرة. يعني تأثير هاي الأمور البسيطة، يعني الهدايا، الترتيب، الملابس، اختيار الملابس وذوق الزوجة في حياة الرجل، ممكن تغير من هذه العلاقة بشكل كامل متكامل وتكون يعني حياة سعيدة؟ نعم أكيد، وهذه تعتمد على ذكاء الزوجة واختيارها للأوقات المناسبة اللي تقدم فيها الهدية. فهناك أزواج مثلا يهتمون بالرياضة، تحاول أنه مثلا فترة يعني مثلا لعب الكرة، أو هو شوف المن يشجع، يعني مثلا تقدر تقتني له حاجة رياضية، الكاتب ممكن تهدي له مجموعة سلسلة من الكتب أو كتاب هو يحبه أو يحب يقرأ. اللي يحب الملابس أكيد راح تعرف شنو نوعية الملابس اللي يقتنيها واللي تعجبه يلبسها، فأكيد هذه راح تبحث عنها المرأة وتشوف شنو زوجها اللي يحبه اللي تقدر يعني مثلا توفر لها أو تقدم لها كهدية. أو حتى مثلا أكو رجال يحبون الساعات، يحبون العطور، هذه صح. كلها أشياء لازم الزوجة خلال معاشرتها مع زوجها تعرف هذه الأمور كلها، وتعرف أنه شنو اللي يحبه وشنو اللي يكرهها. طبعا خلينا نتحدث عن ابرز التفاصيل. يعني هذه التفاصيل يمكن هي مهمه جدا لاضفاء اجواء المحبه وتقويه الاواصر بين الزوج والزوجه وكسر الروتين اللي انت تحدثتي عنه قبل قليل، وهو امر مهم جدا. اليوم يمكن نشوف انه الحياه اصبح فيها جمود ورتابه بسبب الروتين اللي موجود، بسبب يعني ما اكو تجدد، ما اكو فد امور يمكن هي تفاصيل دقيقه ولكن يهمنا الزوج والزوجه، بالتالي يصلون للروتين وهذه الرتابه اللي موجوده ونلاحظها في كثير من البيوتات اللي موجوده اليوم. خلينا نتحدث عن التفاصيل، هذه التفاصيل المهمه اللي يشوفها البعض انه غير مهمه، غير اداره المنزل والتربيه وتنظيف البيت واداره البيت بصوره عامه. هذه التفاصيل أولويات، هذه التفاصيل أهميتها، وما هي أنت برأيك التفاصيل اللي دائما تجدد الحياة في البيت؟ نعم أنا يعني تكلمت في بداية الحديث، نعم. إحنا لازم نهتم بموضوع الأسرة، لأنه إحنا دنتابع الوضع، إنه دنتابع إنه بعض الأسر حتى بدأت تنهار يعني بسبب الإهمال وبسبب مثل ما تفضلت الروتين اللي دنمر به والحياة المملة. يعني تلقي يجي تعبان من الشغل، لازم بهاي الحالة إنه المرأة تهتم عند قدومه إلى البيت، وأكيد هو راح يكون تعبان أو مشاغل العمل مأذيته، تحاول مثلا تتناقش وياه بالمشاكل اللي مرت به أو شنو الإشكالات اللي حدثت بالعمل، يصير تفاهم بيناتهم، يحس أنه زوجته مهتمة به من هذه الناحية. أيضا الزوج أيضا يساعدها مثلا بأمور البيت،
الحاجات اللي هي الأولاد، المشاكل اللي تمر بيها. يمكن يعني كل إنسان يمر بظرف، ممكن حتى واحد يكون مزعوج من شيء هو ما يعرف هو شنو اللي يريده، لكن هناك أكو نقاط ضعف لازم يتابعها الزوج أو الزوجة، يشوفون شنو النقاط الضعف اللي ممكن يدخل من خلالها ويقدر يسد ثغرة من الفراغ أو من الملل اللي دا يمر بيناتهم. يكون شوية أكو ترابط يعني بيناتهم، تفاهم بيناتهم، حتى يقدرون يتجاوزون هذه الرتابة، أو حتى أنه مثلا يخصصون يوم من الأسبوع يطلعون بي يغيرون شوية، يصير تقارب بيناتهم أكثر. نعم، إذا طيب. السيدة بتول إبراهيم كنت معنا من بغداد، كل الشكر لحضرتك. بالتأكيد يعني موضوع الزوجة واهتمام الزوجة مهم جدا، وبالمقابل أن الزوج يهتم بهذه التفاصيل عملية متبادلة طبعا القليلة. بالتأكيد بعد الفاصل، وأكيد لأصدقائنا على موقع التواصل الاجتماعي كلمة ورعي، ابقوا ويانا. نبدأ مع محمد النجار، يقول هذه الأمور تعتمد على الرجل، ومنهم يعني من يحب أن تهتم زوجته بشؤونه الخاصة كملابسه وأغراضه الشخصية، ومنهم يرفض أن تتدخل فيها، ولكن على العموم أعتقد أن مشاركة الزوجة لزوجها تقوي علاقتهما وتحسسه بأنها مهتمة به جدا. رائد عبد الله يقول الزوجة هي النصف الثاني للرجل، فاختيار الملابس وشرائها للرجل أحد واجباتها، ففي هذه الحالة يجتمع الذوقان للرجل والمرأة، وبالتالي يظهر الرجل بأفضل صورة والعكس صحيح. أثير الزين يقول السلام عليكم، أكيد للمرأة دور مهم في أساس، فهي أساس نجاح أي رجل، ومشاركتها لزوجها تعبر عن المودة والرحمة والتعاون المثمر. جديد اهلا بكم، ووصلنا الى فقره الاخبار المنوعه اللي راح نبداها باول فيديو، واللي اصبح القط ماني من مشاهير الانستغرام والسوشيال ميديا بفضل مهارته في التقاط صور السيلفي. ويقول صاحب القط وهو مدرب كلاب متخصص انه اكتشف مهاره القط بالتقاط صور السيلفي بواسطه كاميرا كوبرو الشهيره، ويتمكن القط ماني من التقاط صور طريفه وبطريقه السيلفي مع حيوانات أخرى، لذلك حصدت صورة أو صوره نسبة إعجابات عالية جدا. نتابع في الفيديو. هو يحتاج شوية يعني التضبيطات حتى يطلع كامل، بس بعده جديد على السيلفي. ومن الفيديوهات الأكثر انتشاراً على مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو لأغرب منبه في العالم، حيث يقوم بإيقاظ النائم ليس عن طريق نغمة رانين وإنما عن طريق ضربه على رأسه. وتقوم فكرة المنبه على تركيب يد صناعية في الحائط فوق الرأس مباشرة، وما أن يتم توقيت المنبه حتى تعمل اليد على ضرب النائم من أجل إيقاظه في الفيديو. هذا المنبه مع عظيم يعني انه يضربه بدل ما يطي نغمه. وفي الفيديو الاخر اللي اجتمع المئات من الالمان في مدينه بافاريا بالقرب من نهر الدانوب للاحتفال بالمهرجان السنوي للسباحه الذي ينطلق في هذا الوقت من كل عام، حيث تكون درجه الحراره منخفضه، وقام اكثر من 200 سباح بالغطس والسباحه في المياه البارده والمتجمده، فيما تجمع الآلاف المتفرجين على ضفاف النهر لمشاهدة هذه الفعالية الجريئة. نتابع في الفيديو.
أهلا بكم من جديد في فقرة أخرى من فقرات برنامجنا. ونظم البيت الثقافي العراقي في عمان أمسيته الأولى لعام 2016 في قاعة رابطة الكتاب الأردنيين، حيث قدم الخزاف العراقي شنيار عبدالله بمشاركة الفنان فاخر محمد رؤيته عن فن الخزف في العراق منذ فجر التاريخ مرورا بكل العصور حتى الزمن الحاضر. واستعرض المنظمون في الأمسية التي أدارها التشكيلي ضياء الراوي تجربته الشخصية ومنجزاته وسيرته بعد أن عرض مقدمة عن تأسيس تدريس فنون الفخار المعاصر في العراق وأبرز أساتذته ورواده ومبدعيه. نتابع في التقرير. الخزف ذو الحرارة العالية يتطلب طين يتحمل درجة حرارة عالية. في ذلك الوقت كان اكتشفنا طين موجود بالعراق على الحدود السورية العراقية الأردنية، وهو منجم الحقيقة منجم للفوسفات في منطقة عكاشات القاهم. فأخذت فت 5 كيلوات خلال زيارتي للعراق، خلال زياراتي من أمريكا إلى العراق أخذت 5 كيلوات ووديتها إلى أمريكا وحاولت أن أجربها. وفعلا بعد ما حللناها لهذه الطينة ظهرت أنه تضاهي مميزاتها، تضاهي الأطيان الأوروبية والإنجليزية والأمريكية. بعد رجوعي من أمريكا طبعا دائما عندي أهم شيء أنه أسس مشغل للخزف وإيجاد طينة مناسبة للعمل. الحقيقة أقمت عدة معارض في العراق. أول معرض أقمته كنت في السنة الرابعة من كلية الفنون الجميلة عام 68 في المركز الثقافي التشيكوسلوفاكي. يعني كنت بعدني طالب، قدمت أعمال بسيطة لأنه تأثيري كان حقيقة أثرت بكل الأساتذة اللي درسوني كلهم. يعني أخذت من فالنتينوس صلابة التقاليد الخزفية، يعني أنه كيف نتبع الأساسيات في أشغال الخزف. إسماعيل الفتاح كان عبثي شوية في بالمكان يهم طبعا التكنولوجيا لأنه أساسا هو مو خزاف. سعد شاكر الله يرحمه كان أكثر وعي من الاثنين الحقيقة، أخذ من فالنتينوس وأخذ من التجريد، فعمل ثورة بالخزف العراقي. الدكتور شنيار أثرى الأمسية حقيقة وأضاف لها الكثير دكتور فاخر عن فن لا نعرف عنه الكثير كعراقيين. نحن نتصور أن الخزف هو صحون منزلية أو أنه سيراميك أو كذا، هو فن عميق والرجل مختص به، وأثرى الأمسية حقيقة بمعلومات جديدة عنه هو شخصيا وعن هذا الفن وعن عمقه في التاريخ العراقي. كلها طبعا هذه الأعمال هسه تشوفوها هي بتقنية الراكو. لما سافرت في تونس في هذه الفترة أو قبل الفترة هذه أيضا بنيت واحد من الأفران في كلية الفنون الجميلة في جامعة تونس. هذه ارتفاعها تقريبا 50 سنتيمتر في 40. هذه الجدارية الحقيقة هي مستقاة من مدينة في تونس اسمها سليانة. المحاضرة التي أقيمت اليوم في البيت الثقافي العراقي في عمان تضمنت حقيقة
سيرة جمالية لإنجاز أحد الفنانين العراقيين الخزافين اللي هو الأخ الأستاذ شنيار عبد الله. تناولت أساليبه اللي اشتغل خلال فترة 35 سنة الماضية. أهلا بكم من جديد، فقراتنا متواصلة وياكم. راح نروح لفقرة فنية بامتياز، راح نستمع فيها إلى الموسيقى الجميلة، نستمع فيها إلى الإحساس المميز من خلال عازف قمة في الإبداع. يعني أجواء جميلة ومميزة راح نستمتع بها لليوم مع عازف الجيتار المبدع بشار والطفل الموهوب ناجي. أهلا بكم اليوم في منتصف النهار. أهلا وسهلا بك أستاذ بشار. أهلا وسهلا بك، نورتونا. يحفظك. يعني خلينا نتحدث بداية أستاذ بشار قبل أن نسمع، ولو أريد نسمع أكثر اليوم. يعني نتحدث عن ناجي، هو أحد تلامذتك وبدأ وياك من سنين وأنت اللي دربته. تحدث عن موهبة ناجي وشون ارتبط بهذه الآلة الكبيرة. والله ناجي أنا كنت أدرس بأحد المعاهد وهو كان يدرس لمدة سنة هذا المعهد، ما كان يدرس عندي، بس صراحة ما كان يعني هو عنده يعني فالتطور يعني ماكو يعني شيء يذكر يعني، ويعني كان يعاني إنه ما عنده تطورات بالجيتار. ففي يوم من الأيام كان الأستاذ تبعه يعني أستاذ ماله غايب، فحولوه إلي يعني بطريقة الصدفة، فدرسته. لاحظت إنه هذا الشخص موهوب، وخلال حصة يعني 45 دقيقة تعلم شغلات تقريبا نصف مقطوعة. فالتقيت بوالدته، هو طبعا والده أردني والدته عراقية، قالت لي أنا إلا أريد يدرس ويا أستاذ بشار، يعني أنا شايف أنه هو راح يصير من وراشي وراح يتطور وياك. وفعلا يعني حولوه إدارة المعهد الموسيقي حولته عندي، وما شاء الله يعني خلال فترة قصيرة صعد كونسرتات وتطور. شنو المؤشرات اللي شفتها عليه بحيث انطتك هذا الانطباع أنه موهوب؟ والله يعني موضوع أنت الموهبة شلون تعرفها، يعني أنه الإنسان أولا لما تعطيه تمرين يعني يسويه بسرعه، ينجز الهوم ورك ماله، بعدين يبتكر ويبتدع جمل لحنيه اثناء العزف، بعدين ما لقيت صعوبه في تعليم التايم. انت تعرف الفلامينكو التيمبو والريذم والتايم يعني ضروري وصعب مو سهل، فلما واحد راسا يعني يتعلم التايم بسهوله يعني بدون ما انت تنبهه، يعني انا لما اعطي مقطوعه فلامينكو اظل مثلا كم حصة أدربع على التايم، أنا ما لقيت صعوبة بالتايم معه، يعني بحصة واحدة هو ضابط التايم يعني يسمع يعني المقطوعة. استجابة سريعة وقابليته للعزف ما شاء الله. كذلك والفينجرز الأصابع تبعه سريع سريع بالعزف. نحب نسمع أكثر من حاضرين يعني أو بالعزف. طب الشارع ناجي فنسمع معزوفة يعني. Thank you.
سيدك عزف اكثر اكثر روعه نازي ف... ما شاء الله يعني بدنا نشوف انه العزف محترف بالفعل انه هو محترف هاي الموهبه الموجوده عند ناجي هي من هي ومن هو صغير تنمت وكبرت ووصلت بالله هو يعني امكانياته ممتازه يعني يعني من اول يعني هذا العزف هسه هو مو ورا 5 سنين وصل هذا الشيء انا اقدر اقول لك هو من اول سنه كان هذا مستواه يعني هو باول سنه تكنيك الفينجر واصابعه كانت بهذا المستوى بس هو هاي الاربع سنين اللي قضيتها وياه بالتدريس المستمر والمتواصل انه اضافه مقطوعات وتدريبات جديده بالنسبه له حلو حلو يعني ده شوف الثقه اللي موجوده عند ناجي وتعامله ويا الجيتار تعامل غريب تشوف ده يتعامل ويا تكبر نعم صح يعني صح هو هو مسيطر يستعرض هذا هو يعني شارك بكونسرتات وشارك بالمدارس فعاليات بالمدارس كان ياخذ المركز الاول بحيث قالوا له خلص انت بعد ما تشارك لان انت دائما دا تاخذ الاول انت توصل للبقيه زين خلينا نسمع بعد وراح نرجع نتحدث نسمع في شيء عراقي انت محضر نعم. هديه للجمهور محضر هديه راح تطلقها اليوم من خلال منتصف النهار نعم وهي حصريه نسمعها خلينا نسمعها ما لي شغل بالسوق عراقيه اسبانيه يعني بلحن اسباني يلا خلينا نسمع مالي شغل بالسوق يلا ناخذ شغل يعني هذا التنوع ما بين المكس العربي والإسباني هم أكو مشكلة يعني وخاصة يعني إذا تعلم الناجي أو ما يلاقي به صعوبة مثلا لأنه هو بالأول يعني بالأول والأخير أنه هو يحب يتعلم صح. شنو ما يكون نعم هو يعني يحب أيضا قلت لك يعني يحب الأغاني العراقية لأن هو يعني أمه عراقية وأبوه العراقي فيحب الأغاني العراقية والفلامينكو والجيبسي والغربي يعني أكو عنده تنوع وفرايتيز بعدين يعني انا ارجع اقول نقطه مهمه انه الاهل وتشجيعهم له دور مهم يعني بالضبط. اللي يعني انا سب احد اسباب تطور ناجي انه دعم وهذا والده ووالدته يعني دائما يلتزمون بالحصص دائما يشتروا له احدث الجيتارات من الخارج يجيبوا له اياه ويتابعون الدروس مالته خاصه انه اكتشفوا هاي الموهبه بوقت نعم. هو صغير بي ونموها نعم. صح. هو هذا اللي تسألك عنه اليوم الاهتمام أشوف اهتمام الأهل بالأولاد الموهوبين كثير نشوف هناك اليوم أطفال موهوبين ولكن ما يلاقون هذا الاهتمام اللي لاقاه ناجي اليوم ووصل المستوى اللي هو به نعم. وللأسف تندثر هذه المواهب وهذه الأطفال اللي مع مرور الأيام يمكن إذا كانت هذه الموهبة موجودة فتمحي يعني أنت برأيك شو مفترض يتعامل الأهل مع أطفالهم خاصة نتحدث عن المواهب اللي موجودة اليوم والله انا يعني هو يعني رايي انه الاهل اذا الطفل او الابنهم او بنتهم يعني موهوبين وعندهم موهبه في اي يعني مجال من مجالات الفن قد تكون الرسم قد تكون الموسيقى او في اله موسيقيه لان تعرف الهوايه اكو مثلا يعني الى هوايه بالجيتار الى هوايه بالفلوت الى هوايه بالاكورديون الى هوايه بالبيانو فيعني المفروض يعني ينمون هاي الموهبه ويستفادون من عندها يعني للزمن وللوقت يعني نعم ويشجعوهم يعني مثل ما ذكرت انه ناجي اول شيء كان مدرب لكن ما حب انه او ما استفاد شيء يعني المدرب كذلك هم يلعب دور كبير طبعاً في هذه الموهبه طبعا المدرس المدرس الصحيح يعني المدرس الناجح او المدرس الجيد اللي يعرف وعنده طريقه بالتدريس هذه تشكل انا اقول 40% او 50% من عوامل نجاح الطالب طبعاً. او نجاح
الموهوب، لأن الموهبة تحتاج أيضا إلى الإنسان اللي أيضا ينميها طبعاً ويشجعها من ناحية الأهل أو من ناحية المدرب يعني. صح. يعني أنت كيف تتعامل مع الأطفال؟ يعني أنت عندك أطفال تدربهم أكثر من واحد وأحدهم هو ناجي وصلت لهاي المرحلة. نعم. شلون طريقة تعاملك وياهم؟ والله أني يعني تعامل خلينا نقول يعني أبوي معهم، يعني أنا أعتبر نفسي مو بس أعتبرهم مثل أولادي يعني كابني يعني، نفس الطريقة اللي أدرس بها عمر أدرس بها بقية الطلاب، أحتضنهم أطول بالي معهم، يعني لما يلاقون صعوبة بشيء أحاول إنه أسهل لهم الأمور أبسط لهم الأمور، يعني دائما اشجعهم على الظهور، ازجهم بالكونسرتات بالفعاليات المدارس يعني، واهتم يعني من هذه دائما يعني يقول لي يعني تحكي معي ام احد الطلاب او ابو احد الطلاب يقول بكره عنده لازم يقدم للمدرسه فعاليه عزف، فعلي حتى لو اكون مشغول اترك كل شغلي واروح للبيت في سبيل انه ادربه اهله وطلعه انه يطلع بالمظهر الجيد ثاني يوم يعني بالفعاليه المدرسيه. طبعا طبعا اكيد يعني بهذا العزف وهي الموهبه يعني اتمنى انه دائما انه تلاقي تشجيع يعني مثل ناجي واللي يمتلكون هذه الموهبه. يعني احنا راح نختم البرنامج لليوم لان وصلنا للنهايه، فنحب نختمها بمعزوفه على ذوقكم ونستمتع بها. فاينا اكيد طبعا نشكر ناجي لحضورك، شكرا ناجي اتمنى لك التوفيق، وشكرا لك استاذ بشار والقدومك وعلى هذا المبذول الكبير اللي تبذله من اجل اظهار الفن الحقيقي اليوم اللي احنا بحاجه الى. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل انا ورنا بمشاوير جديده، نتمنى تستمتعون بالمعزوفه استاذ بشار.